أرى هنا طاقة العاشق الأبدي بالنسبة للمتزوجين. نعم، طاقة العاشق الأبدي. ربما قد مضى، يعني هناك حب قوي، ربما قد مضى على زواجكما، لا أدري، 20، 30، أو 40 عاما أو أكثر، لكن ما زلت تغازل زوجتك عزيزي برج الميزان، أو ربما يعني هي برج الميزان. أنا أتحدث عن الحياة الزوجية المتزوجين. ما زلت تراها يعني أجمل امرأة في العالم، ونفس الشيء يعني للمرأة، يعني نفس الشعور. أرى أن يعني عندما تعود للبيت تشعر أنك في سلام وطمأنينة، وتشتاق يعني للزوجة، ويعني والشعور يعني هو نفس الشعور الزوجة، يعني عندما الزوجة إذا كانت خارج البيت تشتاق للزوج، تشتاق لبيتها وتعود وهي سعيدة، لأنها تعود إلى السلام والطمأنينة والسعادة الكاملة مع الأسرة. أسمع، نعم أسمع الكثير من الضحك، يعني تضحكون كثيرا، هناك سعادة كبيرة، يعني جميلة هذه القراءة، هذه الحياة الزوجية، أرى يعني تضحكون، يعني أسمع ضحك الصغار والكبار. واخا أرى أنها يعني حياة جميلة، حياة بسيطة، ربما يعني الأغلبية يعني يعيشون حياة متواضعة بسيطة جدا لكن مليئة بالسعادة، كيف ما كنقولوا في المغرب، شي ما عندنا شي ما خصنا، يعني لا نملك أي شيء ولا نحتاج إلى أي شيء. نعم، جميل جميل، زوينة بزاف هذه القراءة، لكن الشيء الوحيد الذي أراه ربما قد يكون هناك القليل من الحزن، ربما من طرف الزوج أو الزوجة، لأنها بعيدة أو بعيد عن أهله. هذا هو يعني الشيء الوحيد الذي أراه، يعني قد ينزل قليلا الذبذبات، لكن أرى سعادة كاملة، يعني أرى أنكم كذلك ناس طيبين. هذا الكارت جميل جدا ومهم، ورسائله يعني كثيرة، هذا الكارت وهذه كذلك، ناس طيبين، أنتم ناس طيبين وتساعدون الآخرون. نعم، تحبون يعني مساعدة المحتاجين، وأرى أنكم يعني الاثنين. الطاقة التي أراها عزيزي برج الميزان هي طاقة نارية، نارية أو مائية. نعم، نارية ومائية، هذه هي الطاقة التي أراها. نعم، وتحبون مساعدة المحتاجين. أرى أن هذا الكارت الروحاني، كما أسعدكم الله أنتم تحبون إسعاد الآخرين. يعني جميل جميل، كانت القراءة. لنتابع لنرى الآن هذا الكارت كذلك لكم، هذا الكارت كذلك. نعم، يعني حياة جميلة، والبعض منكم ربما يعيش حياة بسيطة، والبعض الآخر يعني بخير، الحمد لله الحمد لله، يعني لأني أراكم أنكم يعني تساعدون الآخرون، لذلك أقول ذلك. وأرى طاقة نارية مائية لكن كذلك ترابية. وخا لنواصل، نعطي هذا الكارت شوية. لنواصل الآن مع المرتبطين. نعم، خلوني اتركوني اركز، الله يخليكم، وانتم كذلك الله يخليكم، كونوا مرتاحين اثناء القراءة، لانني احس بطاقتكم يعني، وركزوا معي وكونوا مرتاحين ارجوكم، فانا يعني تصلني كل طاقتكم ارجوكم، يعني اعطيكم يدي يعني كما لو انكم تلمسون هذا الكارت، او انكم يعني قراب مني، اريد يعني ان تكونوا مرتاحين وانتم تسمعون هذه القراءة، الله يخليكم، فأنا إنسانة حساسة بزاف، وتصلني الطاقة من هذا من الكاميرا. إذا لنواصل، قلنا للمرتبطين، لنبدأ بهذا الكارت. الشيطان، هناك حبيب يفكر كثيرا، يفكر كثيرا، وبالمناسبة هذه القراءة هي للمرتبطين ولل
المنفصلين كذلك، نعم تنطبق على الاثنين. إذا لنركز، الشيطان هو الحبيب، يفكر كثيرا، يعني عقله مقسم إلى اثنين. نعم أنت دائما حاضر في عقله، لكن لنتكلم عن طاقة هذا الإنسان، هذا الإنسان يريد مقاربتك، نعم يريد مقاربتك أنت، نعم، لكن بطريقته الخاصة وليس بالطريقة الصحيحة، يعني لا زواج ولا استقرار. أذهب وأعود متى شئت، هذا ما تقوله هذا الكرت. واخا أرى الكثير من المطلقات في هذه القراءة، وأنا أقول لكم إيمان تقول لكم لا تفتحي أبواب بيتك لهذا الشخص، والعازبات لا تفتحي له ذراعيك. نعم هذا الإنسان يشعر بفراغ وجودي لأنه بعيد عنك. لماذا؟ لأن هناك طرف آخر، نعم، لكن هذا الطرف لا يملأ هذا الفراغ، لا يملأ حياته ولا قلبه. نعم هذا الإنسان تعيس بدونك، وهو يحتاج إليك كثيرا، يعني يحتاج إليك كثيرا. نعم أنت دائما حاضر بعقلي، يعني لكن هناك طريقين، يعني هذا الكرت تقول هناك طريقين، وهو يريد الاثنين وأنت لا تريد ذلك عزيزي، لا تريد ذلك، أنت تريد أن تكون الكأس الوحيد في حياته. نعم لكن خلينا نمشي يعني ستيب باي ستيب. إذا قلنا أن هذا الإنسان يعيش في فراغ لأنه يريد أن يجمع يعني بين هذه وهذه، وأنت لا تريد ذلك، وأن هناك إعجاب قوي جدا بمظهرك. الطاقات التي أراها الآن هي طاقات مائية، نعم سرطان عقرب أو حوت. نعم إذا هذا الإنسان ابتعد معتقدا أنه سيجد الحب، نعم ابتعد لأنه اعتقد أنه سيجد الحب يعني في أحضان أخرى، لكنه لم ينجح، لم ينجح، هو يحتاج إليك، يحتاج إليك، هذه طاقتك أنت، يحتاج إليك وسيعود، سيعود لأنه مكتوب. هذه يعني هذه كرت القدر، نعم هذه العلاقة مكتوبة، وهذا كرت القدر، وسيجمعكما القدر، لكن هذا الإنسان يجب أن يتعافى. لنواصل، خلينا نزيد الكرت. نعم. نعم 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 الله أخ نعم هذا الكرت كتقول لك، هذا الكارت تقول أن هي ليست كارت رومانسية، نعم لكن والعاطفة النقية، لكنك تملأ هذا الفراغ، يعني تملأ هذا الفراغ الذي هو محتاج، يحتاج إليك يعني بطريقة رهيبة هذا الإنسان. واخا نعم أنت تملأ هذا الفراغ كما قلت الذي لا يملأه الآخر، هو يحس بانجذاب أكثر وأكثر. نعم أنت طاقتك عزيزي، أنت أو أنت هي الحزن، طاقتك هي الحزن لأنك تحبين، وهو الرسوب والسقوط، يريدك أنت والطرف الآخر، يعني هذا ما أراه، يريدك أنت والطرف الآخر، لكن أنت لا تريد ذلك، أنت تريد أن تكون كما قلت الكأس الوحيد في حياته. نعم هذا الكارت كيقول أن أنت لا تريد أن تكون إحدى هذه الأكواب السبعة، يعني هذا هو وهذا ما في عقله، يعني هذا ما في عقله، هو لن يتحقق، يعني هذا ما يريده، هو يريد هذا وهذا، يعني كل شيء، بغى كل شيء، لكن أنت تريدين أن تكوني أنت يعني فقط في حياتي، ولا تريدين أن تكوني لا تريدين أن تكوني إحدى هذه الأكواب السبع التي يشرب منها من يشرب من مائها متى، يعني حينما يشعر هو بالعطش، يعني متى شاء هذا الإنسان. نعم
نعم متى شاء هو، هو يذهب ويعود كما قلنا، لذلك هذا الكارت للمنفصلين كذلك. نعم، لأنه يريد تحقيق ما في عقله، وأنت لا تسمحين له يا عزيزتي الأمبراطورة، لأنك أنت من يحكم. نعم أنت من يحكم، و أنت أنت الأمبراطورة، أنت يعني تملين القواعد والقوانين بوضوح دون تردد، أنت تريدين كل شيء مع هذا الرجل، وهي النهاية والمستقبل، مستقبل جميل ينتظركما، وهناك حب، يعني من كثرة هذا الإعجاب وهذا الإحباط هذا الإنسان يعني سيتحول. نعم أرى مستقبل جميل ينتظركما، هذا ما تقول هذا الكارت وهذا الكارت. نعم، وماذا أيضا، ماذا أرى أيضا؟ نعم في رجوع، طبعا في رجوع، فهو يذهب ويعود ويذهب حتى يكون هناك في الأخير استقرار وحياة عاطفية جميلة. نعم أنا أقول، يعني الكارت عفوا تقول لا تتخلي عن هذا الشخص، بل انتظري، انتظري أن يعالج أحواله وأمره، يعني يمشي يفكر مزيان ماذا يريد، لأنه يلعب شيئا ما بالنار وسيحترق في الآخر وسيعود يعني منهزم، لأنه يحبك وتملأ حياته كثيرا وبشكل جميل، يعني هو مرتاح فقط معك. كانت هذه قراءة المرتبطين. لنواصل الآن لمن ليس لديه حبيب أو حبيبة. نعم نعم جميل. لمن ليس لديه حبيبة، كرت القوة، يعني نبدأ بكرت القوة. ماذا تعني ذلك؟ أنك مررت بمرحلة حزن ووحدة طويلة. نعم ووحدة، عفوا الطاقات التي يعني في القراءة، قراءة المرتبطين والمنفصلين، هي طاقة مائية وكذلك طاقة هوائية. نعم مائية، حوت سرطان وعقرب، وهوائية جوزاء ميزان أو دلو، في بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. والآن لمن ليس لديه حبيب، قلنا بدأنا بكرت القوة، يعني أنت مررت بمرحلة حزن ووحدة طويلة، هذا الكرت يعني البحث الطويل والصبر كذلك والحزن، لكنك قوي، قوي ولا تفقد الأمل. وماذا سيحصل؟ هذا الكارت جميل جدا، وهذه كلها، كل الكارت جميلة، لأن كل كارت لديه رسالتها الخاصة. نعم إذا أرى في هذه القراءة بالنسبة لمن ليس لديه حبيب، أن هناك شخص تعرفه منذ زمن بعيد، لكن لم يكن هناك أي رابط، لا عاطفي ولا ربما، لا أدري، لكن شخصه تعرف شخص عفوا تعرفه منذ زمن بعيد، لم تكن هناك أي علاقة ولا شعور، لكن فجأة تتغير الأشياء، تتغير الأحوال، وهذا الشخص يدخل إلى حياتك يعني فجأة، وبعد يعني سنوات في الوحدة، يعني تتغير الأشياء فجأة، وأرى خطوبة وزواج. نعم هذا ما أراه، هذا ما أراه أنا، يعني من الوحدة فجأة، يعني وهذا الإنسان كتعرفه، ربما معظمكم هذا الإنسان تعرفه، لا أدري كيف تغيرت، يا ريتكم يعني تشرحوا لي في التعليقات يعني ماذا حصل. أنا فقط أرى أن هذا الإنسان، أنت عزيزي برج الميزان، عشت فترة طويلة في وحدة وحزن، تنتظر ذلك الشخص سبيسيال، يعني سبيسيال مميز، ذلك الشخص الذي يملأ حياتك، يعني كنت تنتظر الحب وعشت في حزن ووحدة، وفجأة هذا الإنسان يعني من عشية وضحاها، صحيح ما أقوله، يصبح يعني خطيبك أو زوجك. نعم ويمنح لك السعادة، كارت يعني زمين جميل جدا، قراءة جميلة جدا، سيملأ حياتك بالحب وبالاستقرار، يعني والطاقة التي أراها هي طاقة نارية مائية وترابية. نعم
هذه هي أعتقد التي أراها، وكانت قراءة جميلة، كل القراءات كانت جميلة. والآن لنرى ما هي طاقة، عفوا، رسالة الملائكة. لسبوار يعني لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل، الأحلام تتحقق. إيه، ورحمة، رحمة الرحمن الرحيم، ارحمنا يا أرحم الراحمين. الأحلام تتحقق، لا تفقد الأمل، يعني لا تفقد الأمل، آسف. والرحمن الرحيم دائما معنا. كارت زوين وقراءة جميلة، أنا فرحانة بزاف، فرحانة بزاف بزاف، ونتمنى تكون عجبتكم هذه القراءة يا ربي. وأشكركم كثيرا على ديك التعليقات الزوينة، وعلى حبكم، وأنتم ناس طيبين، أنتم ناس طيبين، الله يزيدكم طيب يا ربي. ويا ربي تحقق كل أحلامكم يا ربي، وما تفقدوش الأمل، أرجوكم لا تفقدوا الأمل أبدا، فالرحمن دائما معنا. الله يخليكم. إذن نودعكم، كنتمنى لكم يوم سعيد، نهار سعيد، وأيام سعيدة، وشهر جميل، وشهر مبارك يا ربي، وكنحبكم بزاف، وبسلامة، وإلى اللقاء.